يا سليمان، انت دعوتك مستجابة، روح ربنا يسهلها لك يا رب. دايما كواليس المسرح القومي فيها حالة من الحميمية ومن الحب ومن الود. أنا ما أعتقدش أبداً على مدى العمر اللي أنا اشتغلت عليه على المسرح القومي إن أنا حضرت خلاف أو شفت خلاف. كواليس المسرح القومي مش كل واحد قافل على نفسه قطه ومنفصل ومنعزل ومتقوقع إطلاقاً. الناس كلها بتشارك في العرض المسرحي وبتشارك في كل ما هو إنساني.